السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من أحد الإخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب إن شاء الله. صباح الخير أمي مختار، هاو أنا وشاوي صرالي في الطوموبيل مضاريا كي نوضها وتسخن تشد الرالونتي وتقعد دوكا نقرا ماضت دوك تقعد شوية تطفى. شوف أمي مختارة، هوب هاي طفات أمي مختار، ومن القدام وها هي من القدام يا عمي مختار. مع العلم هذه شاريها جديدة، حتى توسوست منها وسيبريميتها لهنا، سيبريميتها زيد. واش كاين يا عمي مختار؟ درت لها هدية، هادي ها مازالها شوية خاوية، نضرك تتعبص. وما فهمتش المشكل هذا وين يا عمي مختار. هنا درت كلابي، لا راك تشوف فيها وين راهو كلابي اونتي روتور تاع اللي منا يروح لمضخة البنزين ديريكت. هذا هو واش عندي مشكل يا عمي مختار. ها هنا شوف عمي مختار، دور دور دكتور قد افيدنا يا عمي مختار، الله يرضى عليك. ما وبارك الله فيك يا عمي مختار. المشكل هذا عنده عده اسباب نطرق عليهم واحد واحد. اولا اللي يهمني انا ديما يا جماعه يا متابعين يا اعزاء، اللي يهمني سبب المشكل، هذاك اللي يهمني هو الاول سبب المشكل. علاش انت عملت الحادثة هذه؟ شنو اللي صار لك بالضبط قبل ما تعمل الحادثة هذه؟ هذا اللي يهمني. وماذا بيا وكل من يتفرج على فيديوهاتي وعنده مشكل يعطيني اصل المشكل، يعطيني راس الفتله، نقول احنا راس الخيط، باش انا نبدا من غد. المضخه هذه علاش هو حاب يغيرها؟ ما نعرفش علاش به هو غيرها. المضخه هذه كان غيرتها جديده، علاش تسكر فيها ما دام جديده؟ الوه حتى ولو ادابتابل تشد، هو الدوريجين افضل، هي الادابتابل فيها اشكاليه ساعات، اما الدوريجين افضل. انت شنو اللي صار لك بعد ما غيرت هذه؟ قاعده هي نفس المشكل والا انت المشكل وقتاش بدا؟ هذه العمليه شنو اللي يلزمني نفهمها انا؟ باهي انت عملت كلابي هنا اللي هي اونتيروتور اللي هي ما تخليش المازوت يرجع من الترومبه، هذيك مكانها غلط، ما تجيش هنا في الترومبه، لان عندك زوز كلابيات. انت عندك كلابي حطيتها في الشكارة هذيك في الشكوى في المضخه، فيها كلابي هذيك وفي هذه. حتى لو حبيت تحطها مع المضخه هذيك اليدويه، حتى لو حبيت تحطها مع المضخه هذه، تحطها قبل المضخه مش بعدها، تحطها قبل المضخه. وريتكم انا كيفاش انت هي تخدم بشويه المازوت اللي في الترومبه اللي في كرشها وتسكت. واللي انت اللي عملته هذا كل ما عنده حتى لازمه وغلط. انت كنت تقدر تجي هنا للمضخه، كنت تقدر تجي للمضخه هذه هنا وتعمل بدون تحط صب تعبي مازوت في بدون 5 لترات جالون وتحطه على طول هنا وتجرب باش تلغي العملية نتاع السيركيو نتاع الديزل كلها، تلغي العملية نتاع الديزل كلها، تحط بدون التيوب الأحمر هذا الخرطوم الأحمر تحطه في الجالون وتشغل سيارتك وتشوف.
إذا هنا باش تقسم العملية وين صارت، يعني كان العملية نفس الشيء، معناتها العملية في المضخة هذه، وكان العملية يعني معاش موجودة تولي اللي هي قبل المضخ، الخراطيم اللي جايين قبل المضخ. أنا أتوقع أن فما حاجة اللي يمكن ما ينتبهوهاش برشا ميكانيكية، هي الروندلات اللي في الوحدة هذه. فما هنا في البولون هذايا، الركور هذايا، فيه زوز روندلات نحاس، هذوك أحيانا يبدو تنفسوا تقع فيهم المشكلة. المضخة ما قاليش تقطر ولا في المازوت ولا لا، هل ترى فيها تضييع مازوت ولا لا؟ لهذا عليك تو الآن باش تعمل جالون أو بدون في الخرطوم هذايا، تنحيه من منين جاي من الطرمبة وتحطه في الجالون، وتشغلها وتشوف، حتنجم تمشي به الجالون، شوف له مكان حطه فيه، يعني حطه في مكان معين هيك باش ما يتوزعش، وامشي به. إذا كان الإشكالية تفك وتنحت بكل وقت، لازمك تحل المشكل اللي هو قبل المضخ. وماذا بك تعمل العملية هذه وتوريني كيفاش عملتها وتخبرني وتقول لي وين وصلت للحل، لأن العملية هذوما في الموتورات اللي هذوما الأمبو أن إف ديزل اللي هو بتاع البارتنير وبتاع ترونسونسيس وغيره، مشكلتهم راهو في المضخة هذيك اللي أنت غيرتها، لأن هذيك تعمل مشاكل برشا. هذيك المفروض إنك خديتها أنت في الأوريجيني وراك سكرت العملية وما فيها شيء. إن شاء الله توصل للحل وتخبرني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسيبريميتها لهنا، سيبريميتها زيت. واش كاين يا عمي مختار؟ درت لها هدية، هادي ها مازالها شوية خاوية، نظرك تتعبص، وما فهمتش المشكل هذا وين يا عمي مختار. هنا درت كلابي، لا راك تشوف فيها وين راهو كلابي اونتي روتور تاع اللي منا يروح لمضخة البنزين ديريكت. هذا هو واش عندي مشكل يا عمي مختار. ها هنا شوف عمي مختار، دور دور دكتور قد افيدنا يا عمي مختار، الله يرضى عليك. وبارك الله فيك يا عمي مختار. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.